بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ كارما دي ولا مش كارما يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ الناس اللي بتقول لي انت ليه بتستخدم المصطلحات الهنديه. كلمه كارما دي او كارميك او الكارما معناها الفاتوره. كلمه كارما دي معناها فاتوره لازم تدفع. انت دلوقتي حضرتك دخلت مطعم، دخلت اي مكان، عملت اي مشكل، لازم تدفع الفاتوره، لازم تسدد الفاتوره، اسمها سداد الفاتوره. طيب حلو الكلام. دلوقتي والله فلان الفلاني من كسر شيء فعليه اصلاحه، من كسر شيء فعليه اصلاحه. حلو الكلام. فلكيا الكلام ده كيف هيجي؟ فلكيا هو زي الاسلام كده بالظبط، كما تدين تدان. في كوكب مسؤول عن الكارميك، زحل، دايما اتكلمنا عنه، والفيديو ده هو كلام مكرر بس عشان الناس تفهم في الاعاده افاده. كلمه كارميك او كارما، كلمه الكارما دي معناها سداد فاتوره معينه حضرتك لازم تسددها. من ضمنها ان انا دلوقتي شخص عند القمر في برج الحمل، اتعرفت على حد او اي حد اتعرف على اي حد، زحل في برج الحمل، مشاكلك ده كده اسمه مشاكل، كوكب المشاكل في برج الحمل. انت حاطط كوكب المشاكل جنب كوكب الاحساس بتاعي ليه؟ يبقى انت بتعمل لي مشاكل. زحل الحمل جنب قمر الحمل او جنب زهرة الحمل او برضو يعتبر جنب مريخ الحمل. زحل في اقتراناته هو كارما في اقتراناته. طيب انا دلوقتي عند القمر في برج الطور، انت حضرتك عندك زحل في برج الطور، ده كوكب المشاكل اللي عندك في خريطتك وفي حياتك، لان انت من اجيال زحل الطور. انت بقى جايب لي مشاكلك حطها لي جنبي ليه؟ انا مالي انا ومال مشاكلك ومالي ومال ابوك ومال امك وانا خلفتك ونسيتك؟ باختصار كده انت عندك فاتوره، انت عملت مشكل، انا ليه ادفع لك؟ انت كسرت مخالفه او كسرت الاشاره وانت سايق السياره، انت دلوقتي عندك سياره كسرت الاشاره، تدفع فواتير، عندك غرامات، عندك بقى ظاهرة في الصورة دي، عندك انت عملت حاجة اسمها كسرت الإشارة، تدفع غرامة. انت دلوقتي مخالفة سرعة، السرعة 180، انت مشيت 200 سرعة، الفواتير هتطلع ب 2000 دولار. ال 2000 دولار دول انت اللي لازم تدفعهم، انا مالي انا سدد عنك ليه؟ انت عملت مشكلة تيجي تعاقبني انا ليه؟ انت دلوقتي عندك مشاكل في حياتك، ليه انا لما اتعرف عليك تجيب لي مشاكل حياتك تحطها في حياتي؟ تاني كمان مرة، الكارميك او الكارما او الكارميك ريليشن شيب دي فاتوره، لازم اسدد الفاتوره اللي عليا، بس دي مو فاتورتي انا، وانا مالي امي بذلك، زي ما البت قالت للمبي كده في البتاع، وانا مالي يا لمبي؟ طب انا مالي؟ ايش دخلني انا في الموضوع ده؟ واحد عمل مشكل تيجي تحاسبني انا ليه؟ فالشخص ده بيكون عقوبه من الله لك، يعني الشخص ابن الهرم ده بيكون عقوبه من الله لك. انت دلوقتي عندك زحل في برج الجوزاء وانا عندي القمر في برج الجوزاء، جبت زحلك جنب قمري، انت جايب لي مشاكلك، جايب لي المشاكل بتاع الجوزاء تحطها جنب قمري، انا مالي؟ انا كنادي الزمالك، انا مالي؟ انا عند القمر في السرطان، انت عندك زحل في السرطان، برضو انا مالي؟ كل الاجيال بقى امشي كده، انا عند القمر في برج الاسد، انت عندك زحل في برج الاسد، انا مالي؟ انا عند القمر في برج العذراء، انت عندك زحل في برج العذراء، جايب لي مشاكلك. انا عند القمر في برج الميزان، انت عندك زحل في برج الميزان، القمر في العقرب وزحل في العقرب، القمر في القوس، ايوه وقف هنا بقى، ده قمري انا بقى فلازم اهتم بيه، لازم ادلع القمر بتاعي، وزحل في القوس، وقف هنا يا عم الحاج، وقف الحته دي، ستوب هنا كده اهو بقى عشان نوقف عند الحته دي. انا محمد عند القمر في القوس، انا شخص مؤمن ومسلم وعلى مذهب اهل السنه والجماعه. حلو الكلام، حلو الكلام. انت كواحد عندك زحل في القوس، عندك مشاكل دينيه، انت من مواليد 1987 و1986 و1985، وانت من مواليد 1957 و1958 و1956، انت عندك مشاكل في الالحاد ومشاكل دينيه. انا كمحمد، انا راجل مسلم، انا مالي ومال الحادك ومالي ومال كفرك ومالي ومال الشكوك الدينيه بتاعتك؟ انا مالي؟ انت شخص عندك زحل في القوس، عندك مشاكل، ليه تبتليني بالمشاكل بتاعتك؟ طيب انت جبت لي المشكله، صح، انت جبت لي المشكله بتاعتك، جبت لي الكارما بتاعتك، جبت لي الفاتوره بتاعتك، جبت لي مشاكل حياتك كلها، انا بقى ليه اسددها عنك؟ انا مالي؟ ويبقى السؤال، انا كمحمد انا مالي اسدد فواتير غيري؟ يبقى الكارما، كلمه الكارما هو مبدا سداد الفاتوره، العمل من كسر شيء فعليه اصلاحه. انت كسرت حاجه، انت الحل، انت اطلع من نفسك بنفسك لنفسك في نفسك في مشكلتك اللي انت حليتها. في العلاقات الاجتماعيه هنكتب هنا كده اهو الكارميك ريليشن شيبس، المشاكل اللي انت عملتها، معلش الصوره ما وضحت، الكارميك ريليشن شيبس نكتبها تاني. دي انا عندي علاقه ما بين طرف اول وما بين طرف تاني، انا عندي القمر وانت عندك زحل،
انا عند القمر انت عندك زحل، انا عند الزهره انت عندك زحل، انا عند المريخ انت عندك زحل. المريخ الرمز بتاعهم. طيب حلو، نرجع للي بعده. انا عند القمر في الجدي وانت عندك زحل في الجدي. انا عند القمر في الدلو انت عندك زحل في الدلو. انا بس هنا في حاجه، في حاجه، زحل الجدي يعتبر شغال كويس، يعني ممكن قمر الجدي يشتغل ما يشتغلش صح لان زحل في بيته، وهنا زحل الميزان ممكن في بيته، هنا الكوكب في بيته. تاني كمان مرة، هنا الكوكب في بيته. عش بس نعمل حركة بسيطة كده، عايزين نعمل وضع الطيران عشان محدش يتصل بيا. وضع الطيران، ايوة نعمل وضع الطيران عشان محدش يتصل واحنا بنسجل. زحل الميزان يعتبر لو هيعمل لك مشكلة فهو بيعمل لك مشكلة لمصلحتك تقريبا، يعني مو مرة لمصلحتك قوي، بس لان زحل هنا في شرفه فممكن تتعلم منه نصايح يجي منها. زحل هنا في الجدي تتعلم نصايح يجي منها لان زحل في بيته، وهنا تتعلم نصايح يجي منها برضو. زحل في الدلو يجي منها، بس ما تجيبليش مشاكل، انا مالي دخل بمشاكلك، انت كسرت الاشاره انت اللي تدفع الفاتوره. من افسد شيء فعليه اصلاح، او من كسر شيء فعليه اصلاح. انت دمرت انت استحمل. زحل هنا موجود في برج الحوت، والقمر هنا موجود في برج الحوت، انت اللي تدفع الفاتوره بتاعتك يا بيه. انا ما بدفعش فواتير حد، ودايما ترفض. هات اي شخص تاني كمان، اي شخص. ده كده محمد، ده كده احذف محمد دي، انا مش اسم محمد، انا اسم ابراهيم. طيب اكتب هنا كده ابراهيم. ابراهيم اتعرف على اي حد، اتعرف على اسماء او فاطمة او اي اسم، او اتعرف بقى على شريك حياة او شريك تاني، ممكن يكون واحد تاني اسمه حسن مثلا، اتعرف على بعض. انت يا ابراهيم عنده فلوس، عنده عل، عنده معرفة، عنده علاقات، عنده سمعة كويسة، وكل حياته ماشية تمام التمام، امورك زي الفل. اتعرفت على اسماء او حسن او اي حد زفت الزفت، ما يفهم شيء، جاهل، غبي، بصمجي، رجعي. كلمة بصمجي اللي هو بيبصم، يعني يجي بصباعه كده هو يبصم كده هو، يجي بصباعه كده هو يبصم كده هو. ليه؟ لانه ما عرفش يقرأ ولا يكتب. شخص بصمجي، الشخص البصمجي ده احنا ما ينفعش باي حال من الاحوال ولا باي شكل من الاشكال ان احنا نخلينا معاه وقعد وخليك قاعد معايا وانت حبيبي وانت صاحبي. انت بصمجي، انت شخص بصمجي جاهل، واضح مره ان مستواك المعرفي ومستواك العقلي جدا دون، جدا تحت. انت واضح انك يعني ولا تفقه اي شيء في البتنجان. فاصبح انه الناس دول البصمجيه دول اللي هم بيبصم وما بيعرفش يقرا ولا بيعرف يكتب ولا بيحب، مش غلط ان انت ما بتعرفش تقرا ولا تكتب، بس غلط ان انت تبقى جاهل وتفتي. صح ان كان في زمان حروب ومشاكل وما كانتش الناس كلها عندها فلوس تروح المدرسه، صح، مش كل الناس كان عندها فلوس تروح المدرسه وكان في حروب ومشاكل ودنيا، صح، احنا ما ننكر. بس انت كبصمجي بتبصم بتبصم كده، انت بصمجي. فانت يا بصمجي لا تتدخل في اشياء ما تفهمها، يعني احاول تحترم جهلك، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه. فاصبح انه احنا دلوقتي عندنا تحديات كتير، الزحل والمريخ وبلوتو كمان، وده عنده القمر وعنده زحل وعنده الشمس وعنده القمر قلناه فوق وعنده الزهره وعنده حاجات كتير. هات بقى زحل اقتران ده، مش عارف المريخ اقتران ده، ومش عارف ده اقتران ده. طب يعني انت ضربت لي كل الكواكب، انت جايب لي مشاكلك، تحط لي مشاكلك في حياتي ليه؟ فاصبح ان دخول هاله ابراهيم لما يتعرف على حسن او اسماء، حسن ده شريك تجاري، يعني حسن ده شريك تجاري فاتح معايا محل، احنا مع بعضنا هنا كده اهو فاتحين ورشه لصيانه السيارات، وفتحنا مع بعض تاني مطعم، فتحنا مع بعض تاني مشروع صغير كده، اي مشروع. اسماء دي كانت زوجه، اول ما سبحان الله او بلاش اسماء يا اخي، اول اي اسم، اي واحده او اي امراه، اسماء ده اسم حلو ماشي، فبلاش نستخدم اسماء، نستخدم اي اسم. ايوه نستخدم، يعني مش عايز اقول اسم مشاعل، اسم مشاعل ده اسم دايما بيجيب مشاكل. اول ما مشاعل دخلت في حياه ابراهيم دمرت حياته، خربت حياته، كانت ادم فقر. فادم الفقر دول، ادم الفقر هو الكارميك ريليشن شيبس او العلاقات الكارمية، ده اللي هيخرب بيتك، ده كده اللي هيجيب ضلفة. عارف كلمة كارميك ريليشن شيبس؟ ده اللي هيجيب ضلفة. فانت خلي بالك دايما من الموضوع بتاع الكارميك ريليشن شيبس. انت لو سمحت ما تجيبليش مشاكلك تحطها على دماغي، انا مو مسؤول عن مشاكلك، ولا تعيش لدور الضحيه. لا تجيب لي مشاكلك، ولا تجيب لي دور الضحيه تحطه على دماغي، ولا تجيب لي اخطائك وذنوبك، اخطائك
وذنوبك انت سبب فيها. انا ما خصني ده الكلام. انت انسان بتغلط، انت انسان طول الوقت بتغلط، وانسان غير واعي، وانسان بتفتكر نفسك بدفع. زي مواليد طالع الجوزاء، تعال تعال يا ولد الكلبه معفنين، مواليد طالع الجوزاء الاسندنت، الاسندنت الاسندنت الطالع، الاسندنت لما يكون في برج الجوزاء الحمار، الحمار المثقف، ده بقى الجحش المثقف. ويا سلام بقى لما يكون طالع الجوزاء الحمار المثقف ويكون من مواليد زحل القوس ملحد. يا سلام يا سلام يا سلام، يعني ملحد وحمار مثقف الاثنين مع بعض، يا سلام بلس زائد انه حمار مثقف، يا سلام. يعني عارف بقى ليش يسموه؟ يقول لك ايه؟ الجهل المركب. الجهل المركب ده شخص حمار ومقتنع ان هو حمار، حمار متحمرا، مقتنع ان احنا الانسان ده كان اصله قرد افريقي، وان الكون ظهر فجأة، وان مفيش حد خلق الكون، وان كل النظام اللي في الحياة ده، والقلم ده اتصنع لوحده، الاستيكة دي اتصنعت لوحدها، البراية دي اتصنعت لوحدها، البتاعة بتاع الاسنان دي ايش اسمها، اعواد الاسنان دي، اعواد الاسنان اتصنعت لوحدها، مفيش خالق بقى، ما هو كافر زنديق ملعون والدين، انت فاهم؟ يعني ملحد يكفر بوجود اله. مين اللي صنع البراية دي لوحده؟ مين اللي صنع القلم ده لوحده؟ والله هو قام من النوم لقى نفسه موجود. مين اللي عمل الاستيكه دي؟ هي قامت من النوم لقت نفسها موجوده. طب مين اللي عمل الكون؟ هو عمل نفسه بنفسه في نفس ذات نفسه، قام من النوم لقى نفسه موجود. طب مين اللي خلق الانسان؟ هو خلق نفسه في نفسه بنفس ذات نفسه، اشهدتهم خلق السماوات والارض، وما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. الايه الاولى، الايه الثانيه، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ هم اللي خلقوا نفسهم ولا اتخلقوا لوحدهم؟ تيجي تتكلم الملحد بتاع زحل القوس الخنزير ده يقولك لا، او يكون زحل القوس او يكون عنده المريخ في برج الدلو. يعني مريخ الدلو ده استاذ في الالحاد، ده برنس الالحاد، ده استاذ ورئيس قسم في الالحاد، زحل مريخ الدلو ده او زحل القوس، او الاشخاص اللي بيبقى عندهم زحل في مقابلة او تربيع عطارد او اقتران حتى كمان، ده برضو استاذ في الالحاد، يكفر بالله كافر زنديق زنديق. او يكون عنده بقى طالع الحمار المثقف اللي هو طالع الجوزاء، يا سلام يا سلام، لو ربنا وقعك في الاشكال النجسه دي يا سلام، تظل تلعن في ابهاتهم وامهاتهم 50,000 سنه، انت كده دخلت معاه في كارميك ريليشن شيبس. على المستوى المادي انت مش مرتاح، على المستوى العاطفي انت مش مرتاح، على المستوى العلاقة الجنسية أو مستوى الجنس أنت مش مرتاح، على المستوى النفسي أنت مش مرتاح، على المستوى المعلومي أو المعرفة أو المعلومات أو المعلومات بيديك معلومات غلط، ما بيديكش أي معلومات أساساً، ده شخص جاهل ولن يزيد في حاصلتك المعرفية. على المستوى السمعة والمكانة الاجتماعية يقلل من مكانتك الاجتماعية والناس تهرب منك أو الناس تشوفك أن أنت بقيت إنسان كلب كلاب. المصيبة السودة لو جالك شخص فيلسوف زي الحمار المثقف طلع الجوزاء، الحمار المثقف ده عامل نفسه بيفه إلا بالغصب، التظاهر بالعلم والمعرفة، التظاهر بالعلم والمعرفة. طب يلا يا عم تظاهر في العلم والمعرفة، يلا لو أنا سألتك عن مبدأ الكارما وسداد الفاتورة، لو أنا سألتك عن اقترانات زحل مع الكواكب، يلا اكتب عندك ايه؟ زحل اقتران الشمس، زحل اقتران القمر، زحل اقتران الزهر، كم زحل اقتران المريخ. هتتكلم عن كارما يبقى كلمنا عن زحل. عايز حاجة تاني؟ التراجعات. شوف كلمة الكارما دي لها معنيين لحد دلوقتي، ممكن يبقى في معاني تاني. كلمة الكارما دي لها معنيين، او ممكن تسميها لها ثلاث معاني، زحل والتراجع، الريترو جريد، زائد ضيف معهم بلوتو. ومن جهة البيوت الهوس 5 او معلش الهوس 6، البيت رقم 6 والبيت رقم 8 والبيت رقم 12، وبرج العذراء نفسه كبرج، وبرج العقرب، العذراء ده هو برج العذراء اللي هو كده، والعقرب. بس الاشكال دي مكونات الكارما، دي مكونات الخلطة الوسخة دي. فانت لما تتعرف على الاشكال الوسخة دي، او معلش لو انت عندك القمر في القوس زي وقابلت العيال بتاع زحل القوس العيال الاوساخ اللي هم مواليد 87 و86 و85 و1957 و1958 و1958، اللي عن والدينه ولا عليك فيهم، خد اشتري مني، ما لعنتهمش هاتهم لنا لعنه، لان دي اشكال وسخة، دي ما ينفع فيهم الكلام. يعني زحل بيجيب لك اوسخ خلق الله،
ويحطهم فيه. يلا اتصرف وريني كيف هتتصرف. مفيش بالجزمه القديمه، بالجزمه القديمه نتصرف معاهم. بالجزمه، عارف الجزمه، تخلع الجزمه وتتعامل معاها. ده الحل الوحيد. ان دي علاقه سامه، مش سامه، هي اوسخ من السامه. السامه دي بتبقى دي علاقه تكسير عظم. انا دلوقتي لما يكون عند القمر في الاسد، انت تجيب لي زحل الاسد تعمل لي مشاكل ليه؟ انا مالي اخطائك وذنوبك وابوك وامك وخالتك وعمتك ومشاكل اختك ومشاكل اهو. اتفضل. اول ما ابراهيم يتعرف على مشاعل، مشاعل عندها مشاكل مع الجيران ومشاكل مع اختها ومشاكل مع امها ومشاكل مع ابوها ومشاكل مع خالتها ومشاكل مع عمتها ومسحوره ونص الارض بيكرهها وما بتعرفش تقرا ولا تكتب ويعني مش متعلمه ومشاكل مشاكل مشاكل. كلمه كارما دي كده، ايه كلمه كارما دي؟ كارما دي حط لي بقى مشاكل. طيب حلو، انا ما عنديش مشكله نحل شويه المشاكل الصغنططين. هو مش مشاكل صغنططون ولا زغنططين، هم بحر من المشاكل ما بيخلصش. إيه خلصنا النهارده تاني بكره خلصنا. انت مشاكل ما بتخلصش. في الدوله، عارفين الدوله اللي قتلت الامام الحسين؟ الدوله دي يعني خليك عارف كده، اكتب عندك هنا كده، اكتب عندك كده. في دوله كده، في دوله قتلت الامام الحسين. الدوله دي هي عباره عن كارما. الدوله ملعونه الصلايب دي هي نفسها كارما، هي نفسها عقوبه من الله لأهل الأرض، أو هم نفسهم عقاب لنفسهم في نفسهم بنفس ذات نفسه. لذلك هم قاعدين دلوقتي مسكين البتاع وبيقطع في نفسه. هو ربنا سلطهم على نفسه، هو ربنا مسلطهم على نفسهم في نفسهم بنفس ذات نفسه. عقوبة، مشاكلهم ما بتخلصش. عمرك شفت الدولة اللي قتلت الإمام الحسين مشاكلهم بتخلص؟ مشاكلهم ما بتخلصش. دخلوا المغول فشخوه، مش هم نفسهم فشخوا نفسهم بنفسهم، يخربون بيوتهم بأيديه. هو ده الكارما يا معلم. ده ومبدا الكارما ده بقى خده بقى، يعني مبدا ده مبدا كبير قوي، لان ده مبدا كبير. ده يعني مبدا كما تدين تدان، كما تدين تدان. ربنا بعتهم لك ليه؟ ذنب. ربنا بعت حسن او مشاعل لابراهيم ليه؟ عقوبه. ربنا خلقني لك عقوبه. عقوبه. طب انا يا حبيبي، انا ما ابغى، انا مش عايز كميه المشاكل دي كلها. دي وجع راس على الفاضي، وجع راس انا مش مستفيد منه حاجه. هرقي، انا مش مستفيد منه حاجه. كلام فارغ، انا مش مستفيد منه حاجه. يعني خض بدون زبده، انا مش مستفيد منه حاجه. فلازم تفهم المبدا بتاع الكارما ده. اشخاص يدخلوا في حياتك ما منهمش فايده، يضيع وقتك على الفاضي، يزعجوك على الفاضي، يتعبوك على الفاضي، ويفتكروا ان هم ناصحين. يا سلام بقى لو كان عنده كواكب في القوس او كواكب في الجوزاء. ده بقى نقمه الفلسفه. يعني عارف نقمه الفلسفه اهي، اكتبها لك هنا كده اهو، نقمه الفلسفه. نقمه 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 لا حدود لها. لما يكون عنده كواكب في الجوزاء او يكون عنده كواكب في القوس، يعني خد بقى. يا سلام بقى لما يكون الحمار المثقف الاسندنت اللي في الجوزاء. ده بقى من جد يا رجل، من جد انت نفسك هتتعج. هتقول لي الجحش ابن الجحش ده انا لسه بعمل عنه فيديوهات تاني كتير خالص. ده انا بشرح لكم السلسفيل اللي جابوه، زي ما عملت فيديوهات عن زحل القوس المراكيب دول، برضو بعمل لكم فيديوهات عن الكارميك ريليشن شيبس. انت يا فلان دخلت في حياه فلان، ده فلان الاولاني وده فلان التاني، انت دخلت في حياه ده، ايش سويت؟ ايش الشيء اللي انت اضفته في حياه فلان التاني؟ لم تضف شيء، لم تضف الا المصايب والخراب والتعب والمشاكل والقرف والازعاج والجروش. ها ملاحظ ان انت ما بيجيش من وراك الا المشاكل، وان انت انسان عباره عن مشاكل. ملاحظت ولا ملاحظتش؟ فكر كده في الموضوع، انت فكر في الموضوع، فكر في الموضوع، فكر كده في الموضوع. انت لاحظت يا فلان انك انت كلك مشاكل؟ ده كله مشاكل، مشاكل 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 ما بتخلصش. زي ما قلنا البلد اللي قتلت الامام الحسين، البلد المعروفه الملعونه دي، مشاكل 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 تاني، مشاكل 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 مشاكل. قوم من النوم الصبح مشاكل. يا عم انت ايه، انت ما بتتعبش؟ انا نفسي اللي ما بعملش حاجه في الدنيا وعايش وتعبان. انت 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 بتعمل مشاكل، ما بتتعبش من المشاكل؟ حواراتك ما بتخلصش. ايوه قول الكلمه دي تاني بقى، قول الكلمه دي تاني معلش. عشان ايه الكلمه دي؟ كلمه مهمه. تقول له كده اهو، تقول له كده اهو في 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 برواز كلمه كارميك او كارما. حواراتك ما بتخلصش، كل يوم حوار، كل يوم فيلم جديد، كل يوم قصة، كل يوم بلوة، كل يوم نكبة، كل يوم افتكاسة، كل يوم اختراع. كل انت حواراتك ما بتخلصش يا عم كارما. انت ايه هريك وزراتك ده ما بيخلصش. زي مواليد زحل القوس الزراتين،
ذرتين، شويه ذرتين اهو، ما لم يستفد الناس منهم شيء، زي طالع الجوزاء المثقف الحمار ده او الحمار المثقف ده، ما حد مستفيد منه حاجه. حواراتهم كتير ما بتخلصش. ايه، اسمع الكلام الصح دايما، خليك في الكلام الصح. الغلط لا، اصل احنا لازم نتعلم من الغلط. طب انت ليه تتعلم من الغلط لما انت عندك الصح؟ انت الصح موجود قدامك، ليه تروح تتعلم من الغلط؟ انا قلت لك ان البحر مالح، انت رايح تشرب منه. انت بتشرب من البحر مالح ليه؟ هو او في حد بيشرب من البحر؟ البحر مالح، ما ينفعش حد يشرب منه. طيب فانت ليه بتشرب من البحر؟ اشرب من النهر او اشرب من المنبع العذب، مش المنبع المالح. لا، لازم يروح يشرب من البحر ويجرب ويتعب ويموت ويجي له املاح ويجي له حصبه ويجي له زفت على دماغه، وبعدين لك تصدق والله انا جربته وطلع فاشل. طب احنا عارفين ان التجربه فاشله، احنا عارفين، انا عارف ان التجربه فاشله. يعني دلوقتي لو انا عندي القمر في السرطان وقابلت مواليد زحل السرطان، انا عارف ان دول كارما. انا عندي القمر في الجوزاء، قابلت زحل الجوزاء، انا عارف ان ده كارما. القمر في الطور وعندي زحل في الطور، انا عارف ان ده تقل حمل مشاكل، حمل، عارف الحمل او الثقل، الحمل او الثقل عبء. انت عبء، انت عبء يا بن ادم، انت حاجه كده، انت محتاج ان انا اقعد اداديك وارضع فيك. انا ما انا فضيلك انفخ ديلي وارضعك، يعني انا مو فاضي ان انا انفخ صدري وارضعك، انا مو فاضي والله. انا كنت فاتح رضاعه وقفلته، كنت فاتح محل للرضاعه وقفلته. فانت يعني شيل نفسك بنفسك وهيلب يور سيلف، انت ايه، ساعد نفسك. فالاشكال دي، الاشكال دي الحل الوحيد معهم هو هيلب يور سيلف. واكيد طبعا لازم تقطع العلاقه او انك تتعامل معهم بالجزمه، زي ما انا بتعامل مع مواليد زحل القوس بالجزمه. يمين بالله، يمين بالله، ما في حد بيدخل فيديوهاتي ولا بيدخل في حاجاتي ودنيتي ويعرف مواليد زحل القوس الا لما لازم يعرف ان داروين زحل القوس واسامه بن لادن مؤسس تنظيم القاعده او الدواعش، هو بذره الدواعش والاب الروحي للدواء، الا لما يعرف ان ده زحل القوس. خلاص انا حطيتهم الاثنين هو الملحد الدارويني، كلمه دارويني يعني ملحد، وكلمه داعشي يعني اسامه بن لادن، نفس الكلمتين مرتبطين ببعض الا من الاوساخ دول، زحل القوس اهو، او ده زحل القوس. كيف عرفت؟ والله زي اعدائي، انا اعاملهم على انهم اعدائي. هل انا عبيط ان انا احتضنهم واحتويهم كده ومعلش وتعالى نطبطب عليك ايها الداعشي، او تعالى نطبطب عليك ايها الملحد؟ لا لا يا معلم، افهم، تروح تطبطب على الداعش الملحد ده الزنديق ده؟ لا، بالجزمة، اوسخ جزمة عندك وتديله بها على راسه، تدق ودق الكلام لحد ما يتوب الى الله، وممكن يتوب ويرجع للكفر تاني ويرجع للوسخة وقلة الادب تاني، ساعتها تمسك الجزمة وتديله تاني، وما تبش تتوب تديله تاني وتق معاه وراك ورا. اي نعم هو هيتعبك، بس انت على حسب الجهد اللي ربنا اعطاه لك والطاقة اللي ربنا اعطاه لك. وبعدين لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عايز تعرف قصة الكارما؟ عندك قمر الدلو وزحل الدلو، قمر الحوت وزحل الحوت، قمر العقرب وزحل العقرب. هو بالفعل زحل العقرب اساسا مفشوخ، فلما يجي زحل يفشخ اكتر. قمر العذراء وزحل العذراء، قمر الاسد وزحل الاسد، قمر القوس وزحل، قمر الصفت السرطان، وقمر الحمل وزحل الحمل. دول كده كل واحد مين بيفشخ مين، ده المفشوخ ده كده، وتكتب ده كده المفشوخ، ده كده المفشوخ، وده كده الفاشخ. يعني المفروض زحل ده ما يسموهوش محمد الفاتح، يسموه محمد الفشخ. زحل ده فاهم، من كتر الفشخ اللي بيفشخ الناس. احنا فاضيين، احنا فاضيين. وخليكم عارفين، لا تذكر ولا تنسى انك اتعلمت يعني ايه كارما. كارما يعني في فاتورة لازم تتسدد. انا بصراحة لن اسدد فواتير الملاح ده وفواتير العيال المتخلفين الراجعين الدينيين دول، العيال الدواعش دول. انا لن اسدد فاتورتهم ولا حاجة، بالجزمة بديلهم. انت فاهم قصة ان انا اسيبهم يصرحوا ويمرحوا ويلعبوا واسيبهم يقولوا لي والله يا محمد احنا نعمل مشاكل وانت حلها لنا؟ لا يا باشا، لا يا باشا، لا يا باشا، لا يا باشا. مشاكل حياتك يا بابا، نيجي هنا كده هو، مشاكل حياتك انت حلها. ابراهيم محدش ليه دعوة بابراهيم، ومحدش يعمل لي مشاكل لابراهيم. احنا عايزين ابراهيم يركز في نفسه ويركز في حياته. تيجي انت بمشاكلك اللي ما بتخلصش زي البلد اللي قتلت الامام الحسين، تعمل تحط لي مشاكل؟ لا 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 لا, 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 لا. لا يا معلم، لا يا معلم، لا يا معلم، انت فاهم غلط. لا يا معلم، لا يا معلم، لا، احنا مو جدكم. احنا لو دخلنا في المستنقع ده احنا مش هنطلع منه، ده مستنقع على المستوى المادي، المستوى العاطفي، الجنس، المستوى النفسي، المعرفه، السمعه، كل شيء هيضرب لك، كل الـ 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 كل البيوت، كل المنازل هيضربها لك، كل الـ 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 الحاجات هيضربها لك، اسمك في المجتمع هيضربه، كل حاجه هيضربها لك. يعني ده
في المستوى المحيط بيك هيقولك لا انت كيف تتكلم عننا بهذا الشكل؟ ايش اللي كيف اتكلم عنكم بهذا الشكل؟ ايش اللي كيف تتكلم عننا بهذا الشكل؟ انا بتكلم عنكم بهذا الشكل لانكم تستاهلوا، انكم تستحقوا. طيب طب وبعدين؟ ولا قبلين، يا تتعدلوا يا نعدلكم، او انك انت لو مو جدهم اطلع منهم، انت مو جدهم اطلع منهم، يعني انت مو جد العلاقه الكرميه اطلع منها. تاني كمان مره معلش نكتب الحته دي. الحل، واحد يقول لي والحل انت بتهري ادي لك 25 دقيقه والحل. تاني حاضر حاضر اهو الحل سوليوشن، الحل سوليوشن، الحل يا باشا انك يا تعمل قطع علاقات مع هذا الشخص او انك تتوعى وتوعيه. تاني يا تقطع العلاقات يا انك تتوعى، وفي كلا الحالتين المطلوبين تقطع العلاقات وانك تتوعى او توقف النزيف. تتوعى تفهم، تفهم ان الشخص ده قاعد يفشخ فيك، الشخص ده بيدمرك. شخص زي مين بقى؟ تقريبا تقريبا علاقة شيرين وعلاقة حسام حبيب تقريبا، يعني ده حسام حبيب ماشي عنده زحل في برج العذراء تقريبا، والأستاذة شيرين عبد الوهاب اللي ما عندها سلفة، المرة اللي ما تفهم أي حاجة في البتنجان عندها الزهرة في برج العذراء. حلو الكلام، حلو الكلام. دي أصلا زهرة مفشوخة في الهبوط، دي كده زهرة في الهبوط، كلمة هبوط بالإنجليزي يعني فول، صح كده برضو؟ طيب كلمة الهبوط بالإنجليزي يعني فول، وكلمة الوبال معناها ديترمنت تقريبا، الوبال معناها ديترمنت، الكوكب في الوبال وكوكب في الهبوط. يجي عمك حسام عنده زحل في العذراء يخش على الزهرة بتاع شيرين، ازيك والله شيرين نفشخ لك سمعتك شوي، نفشخ لك فلوسك شوي، نفشخ لك حالتك النفسية شوي، والله نفشخ لك استقرارك النفسي برضو وحالتك النفسية وسمعتك النفسية وفلوسك وكل حاجة ويعني العقلية برضو نفشخها، جماهيرك نفشخهم، نفشخ كل حاجة، يفشخ أي حاجة، داير يفشخ في الخريطة كلها، وهي تتلقى الضربات وتتلقى الطعنات وزي الفل. وتطلع في اللي يشوف حسام يبول عليه واللي يشوف حسام يشخ عليه. طيب اللي يشوف حسام يبول عليه ويشخ عليه وبعدين تيجي تاني تتجوزه. طب انت عايز ايه؟ طيب انت عايز ايه؟ طيب يا حاجه، يا حاجه انت حاليا زحل بيعبر في الحوت يا حاجه شيرين، بالمناسبه كده يا حاجه شيرين زحل حاليا بيعبر في الحوت ضد كواكبك، يخليك تنضجي وتتخذي الاجراء العاطفي الصحيح. فينك يا حاجه شيرين عبد الوهاب تفهم الكلام ده؟ فينك انت؟ فينك؟ عندك كوكب في الهبوط ومتجوزه لي واحد زحل جنب زهرتك، يعني ايش تبغينه يسوي؟ يعني ان الشخص ده يطبطب عليك ويحن عليك؟ لا، ده في فاتوره، ده في فاتوره، ده في فاتوره لازم تسدديها. تكفير عن ذنب بقى، ده كده تكفير الذنوب، عارف تكفير الذنوب؟ لازم تكفر عن ذنوبك. لا بس ايه، احنا اتفقنا انك ترفض، ممكن ترفض تقول والله انا ارفض ان انا ادخل في المعمعة دي، ده كده المستنقع بتاع زحل العذراء، ده كلمة المستنقع بتكتب ازاي؟ المستنقع. شوف احنا قلنا ده زحل، ده كده الفاتورة اللي لازم تتسدد، وده كده المستنقع برضو ماشي، وده يا استاذ ممكن تقول عليه تاني زحل غير ان هو فطورة وغير والمشاكل اكيد طبعا جاب لها مشاكل لليل الليل والمشاكل ومشاكل ما بتخلصش، يعني مشاكل ما تقولش بقى خلاص عملنا مشكلة ونسكت بقى، لا 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 لا، كل يوم مشكل، كل يوم والتاني مشكل. فلازم صاحبتنا دي تدي لصاحبنا ده بالجزمة القديمة، لازم هي تتصرف، يعني تتصرف في العلاقه. انتوا بتكرهونا، انتوا بتحسدونا، احنا محسودين. ست محسودين على وش؟ ست محسودين على وش؟ الله يديك انت، محسودين على وش بس؟ ايش اللي في الموضوع يتحسد؟ اوكي ماشي الحسد موجود، بس ايش اللي في الموضوع بتاعك يتحسد؟ ايش هو ايش الحسد في الموضوع؟ فين الحسد؟ انا عايزك تقول لي الحسد في الموضوع ده فين الحسد؟ الحسد ان هو بيتسبب بخسائر، ده حسد. الحسد ان هو مش عارف يتعامل، الحسد ان هو بيتعامل معاملة سيئة، الحسد على ويش؟ حسد على ويش؟ كل حاجة مضروبة، الليستة دي كلها كده، المادية العاطفية الجنسية النفسية المعرفية المعلوماتية السمعة، كل الليستة كلها
بعدين الهوية، بعدين الصحة نفسها، نسينا الصحة. الصحة ده مهمة، الصحة، الصحة الجسدية والنفسية والمعنوية وكل حاجة، انت فاهم؟ وتذكر ولا تنسى انك تيجي هنا كده تعمل برواز، تيجي كده تبروز برواز ان طلع الجوزاء الحمار المثقف، طلع الجوزاء الحمار المثقف. الاسندنت في الجيميناي نكتبها بالانجليزي، يا سلام، جيميناي ده الحمار المثقف، يا سلام، وراكم وراكم الزمن الطويل. انتوا طلع الجوزاء هتوبكم على يدي، هخليكم تتوبوا الى الله على يدي اهو. هل انا قصرت معاكم يا طلع الجوزاء؟ والله ما قصرت. هل انا ما غلطتش في حقكم؟ والله غلطت. هل انا يعني عداني العيب؟ ايوه عداني العيب واذى. هل انا قصرت في شرح العلاقات الكرميه عشان ما حدش يجي يقول لي محمد انت سبتني نتفشخ وعمال تتكلم على زحل، وانت ما تتكلمش الا عن زحل، ومش زحل انت ليه النهار تتكلم؟ ما هو انت لو حشت ابن الكلب ده من حياتك، لو حشت ابن 66 كلب ده من حياتك، مش هتدفع فواتير، مش هتشيل مشاكل حد، مش هتسدد الفاتوره عن حد. انا مالي؟ انا لما يجيني زحل القوس انا مال امي؟ انا علمتك فهمتك، انت اللي شخص متخلف. انا مالي؟ ايش دخلني انا اقعد اطور لك حياتك؟ فتحت معها تطوير اللغات، انا الاستنزاف المستمر، انا مالي ومال الاستنزاف؟ يعني هو المستنقع وتكتب جنبها كده كلمه الاستنزاف، النزيف المستمر ده النزيف. طيب نسيت اقول لك، لما شخص يجيب لك فاتوره، انا دلوقتي رصيدي فيه مليار. مليار يعني ايه؟ واحد الف مليون، مليار يعني الف مليون، الف وده كده مليون اهو، تسعة اصفار، كلمة مليار معناها تسعة اصفار. حلو؟ حلو. انت حضرتك قلت لي والله انا عندي خسائر في الشركة بتاعتي بنص مليار، يعني ايه؟ يعني 500 مليون. يلا يا محمد انت عايز تشتري الشركة بتاعتي وعوضنا عن الخسارة اللي انا خسرتها واشتري الشركة بتاعتي. انا لما ادفع لك ال 500 مليون من المليار اللي عندي هينقص رصيدي. يبقى الفاتورة دي انا استفدت منها ايه؟ انت جيت خسرتني فلوس. لما احل لك مشاكلك انا استفدت ايه؟ انا كنادي الزمالك استفدت ايه؟ لما انت كل يوم تعمل مشاكل، خلاص انا حليت لك مشكلتين ثلاثه اربعه، حاضر يا سيدي هحل لك معاك لحد اربع مشاكل احلهم لك. لكن طول العمر هفضل طول العمر اعلم فيك، هفضل طول العمر انت تغلط وانا اسدد وراك، اقفل وراك. لا 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 لا، انت كده استنزاف، انت كده فعلا المستنقع، وانت كده فعلا المشاكل، وانت فعلا كده النزيف، وانت فعلا كده الاستنزاف. لا 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 لا، شيء لا يسكت عليه. وجب اتخاذ اجراء، وجب اتخاذ اجراء مع الكارميك ريليشن شيبس. لازم تتخذ اجراء، لازم. الكلام ده بقى بعد تفصيل وشرح وفهم وتحليل ومراجعة النفس ومش عارف ايش، ويعني وعي وادراك ومش عارف ايه، تحتاج بقى كده ايه؟ وعي. بعد وعي وادراك ومراجعة النفس، يعني تقعد بقى كده مع نفسك فترة تفكر. هو عندي انا الموضوع ما بيحتاجش تفكير، لان الموضوع واضح فلكيا، انا عندي التفسير، انت عندك، انت اللي محتاج لسه تفكر وتحسب وتقدر. لكن فلكيا انا بشوف الحاجات دي بفهم اللعبة، يعني اشوف الحاجات دي افهم اللعبة. طيب انت بقى عندك لسه انت لسه محتاج بقى، والكلام ده انت هتحتاج ايه؟ هتحتاج اربع سنين من العمر انك تعيش الحياة دي معاه عشان تفهم الكارميك ريليشن شيبس. اربع سنين. طب يعني احنا ممكن نختصر الاربع سنين، احنا ممكن نعمل شورت كات، نعمل هنا كده اهو شورت كات تقريبا كده، شورت كات، نعمل اختصار للموضوع. احنا عايزين شورت كات، عايزين اختصار. انا ايش دخلني انا في ديك ام المستنقع ابن الكلب ده؟ انا ايه دخلني في المشاكل؟ انا كل يوم احل لك مشكله، كل يوم ادفع لك فاتوره، كل يوم جايب لي مصيبه. اكتب كده مصيبه، هي مصيبه بس في مصر يقول لك عليها مصيبه. كل يوم جايب لي مصيبه، كل يوم اختي وخالتي وعمتي وبنت عمي وي وي. طب وبعدين؟ وبعدين يا سعاده البيه؟ كل مكان تروح وتعمل لي في مشاكل، توديهم من البلد الفلانيه يروحوا المانيا. عارفين انتوا الناس اللي راحوا المانيا؟ راحوا المانيا جيرماني، عملوا مشاكل في جيرماني. طب وفي بلدهم عاملين مشاكل. طب وبعدين؟ يعني انتوا في بلدكم عاملين مشاكل، رحتوا جيرماني عملتوا مشاكل. الله، يبقى المشكله مش في البلد بقى، يبقى المشكله مش في البلد اللي انتوا كنتوا عايشين فيها، يبقى المشكله ان انتوا مانعين صلايب،
يبقى المشكله ان انتوا فيكم عيب. ما انا حطيتك في بلدك عملت مشكله، حطيتك في جيرماني في الاتحاد الاوروبي في المانيا عملت لي مشكله، وديتك في اليونايتد كينج ده عند الملكه تشارلز والبنت البنت الهرمه اللي معاه عملت لي مشكله، وديتك مصر عملت لي مشكله، وديتك في كل مكان. انت يعني انت بروبلم ميكر، انت راجل مشكلجي، يعني انت راجل مشكلجي مشكلجي، انت راجل صانع مشاكل، انت تروبل ميكر ولا تروبل ميكر، انت راجل مشكلجي. فانت بما انك انت راجل مشكلجي ومصيبه ونزيف وفاتوره ومستنقع ومشاكل وحاجه تقرف وجيب لي بقى القرف ده كل كده ومدخلوا لي هنا كده في الوبال وفي الهبوط. يعني اساسا هي متدشمله خلقه يلا يلا هي عايشه، يعني هي يا دوبك ماشيه نفسها، تيجي انت تحط فوق الحط. ف ده كان فيديو مهم، ده كان فيديو مهم. اتمنى اللي لسه ما فهمش يعني ايه كارميك ريليشن شيبس، يعني عقوبه، يعني يعني حطها يا سيدي، اكتب بقى كل المصطلحات، عقوبه اكتب هنا كده كلمه عقوبه، اكتب هنا كلمه تكفير ذنب، مش عارف تكتب ازاي دي، تكفير ذنب مش عارف اكتبها فين حته الكلمه دي، تكفير ذنب، اكتب كل اللي انت عايزه، اكتب تكفير ذنب، اكتب عقوبه، اكتب درس اليم، درس اليم، اكتب كل اللي انت حابه. وبعدين ها يا بيه، وبعدين يا بيه، طب وبعدين، طب ايوه قول لي انت وبعدين ولا قبل ايه؟ وجب اتخاذ اجراء، بس قطع علاقات. في حاجات كتير بقى. في انا هديك، تصدق والله مش خساره فيك الورقه دي، بس معلش انا عشان بحب التوفير، يعني خساره ان انا اقعد اكتب لك في الورقه دي؟ بالله خساره ولا مو خساره؟ خساره ان انا اقعد اكلمك عن زحل الكوكب الخنزير ده واضيع من الورق اللي عندي، خساره ايه الدنيا. اوكي شوف يا بيه، انت اكتشفت ان انت دلوقتي ابراهيم وعندك مشكله مع فلان اللي هو الكارميك ريليشن شيبس، هتعمل ايه بقى؟ تعال خد مني، خد مني، اقف اقف وما اقف، اسمع عمو بهجة تقول ايه. شوف يا بيه، اول شيء الانسحاب التكتيكي ده اجراء مهم، يعني هنا كده اهو، الانسحاب التدريجي او الانسحاب التدريجي ده اجراء مهم، ان انا شويه شويه اقلل مكالماتي معك. انا بكلمك ساعتين في اليوم، ابتدي اكلمك اقل من كده، انا خلاص ما برد على اتصالاتك، ما برد على مكالماتك، انا عملت حاجه اسمها الانسحاب التدريجي، انا خلاص بقطع العلاقات. مرحله بقى قطع العلاقات هيجي تدريجيا، مرحلة انه انت لو الشخص ده مو واعي، ممكن لو هو واعي زي النرجس كده، لو هو واعي تبتدي تتكلم معاه، التوعية والادراك، التوعية والادراك، انك تفهم الشخص ده، تقول لي يا ابن الحلال انت مشاكلك ما بتخلصش. يعني انا هنا كده هو، انا هنا كده هو مسكت مواليد زحل القوس ولاد الوسخة دول، انا سبتهم؟ لا، لعنت ابوهم، لعنت امهاتهم، لعنت اللي جابهم، سكت، ما سكتش. الحمار المثقف ده سكت له؟ لا ما سكتلوش. انا مهمتي هنا في الموضوع التوعية والادراك، ان انا بواعيه، اقول له بطل الحاد وبطل النجاسه وبطل وساخه. تاني كمان مره، مين اللي عمل البرايه دي؟ هي اللي قامت من النوم صنعت نفسها بنفسها، النفس ذات نفسها، وهي قامت من النوم صنعت نفسها، انت فاهم؟ مين لا، وخلي بالك مركبه، يعني فيها حته حديد، حته بلاستيك، حته زجاج، التركيبه دي هي اللي صنعت نفسها بنفسها، هي قامت من النوم صنعت نفسها. مين اللي عمل الاستيكه دي؟ هي اللي صنعت نفسها بنفسها. مين اللي عمل القلم ده؟ هو اللي صنع نفسه بنفسه، في نفس ذات نفسه، النفس ذات نفسه. هكذا يقول الملاحدة اللي عندهم زحل في برج القوس، الله يلعنهم في كل كتاب وعلى لسانك الرسول. فهمنا اللعبة ماشية ازاي؟ طيب تسكت؟ ما تسكتش. مين اللي صنع الكون والشمس والقمر والإنسان واللحم والدم والعظم والشعر والجلد اللي في الإنسان؟ هو الإنسان صنع نفسه بنفسه، الإنسان خلق نفسه بنفس ذات نفسه. مين اللي عمل الكواكب؟ هم قاموا من النوم عملوا نفسه. مين اللي صنع البحار وخلق السمك واشكال والوان في السمك في البحر؟ هو البحر صنع نفسه بنفسه لنفس ذات نفسه، وقام من النوم قال لك يا جماعه انا قررت ابقى بحر وخلاص، شوفوني بقى، خلاص انا بقيت بحر وفيها سمك. هكذا يقول الملاحده الانجاس ولاد الانجاس، الخنازير ولاد الخنازير اللي عندهم زحل في القوس اللي ربنا مبتليني بيهم. هكذا يقولون 1987 1986 1985. ولو نجوت من قصة الإلحاد اللي عنده، يدخل بقى يخبط في الدين،
يخبط في القرآن، يخبط في الأحاديث، يخبط في صحيح البخاري، يخبط في كتب السنة، يخبط في العلم الصحيح، يخبط حتى القرآن يخبط فيه. النص الصريح في القرآن أهو أهو، النص الصريح في القرآن يخبط فيه. أحل الله البيع، أحل الله البيع وحرم الربا. الكلام واضح، أحل الله البيع وحرم الربا. يقول لك لا الربا دي حلال ويجوز وحلوة وجميلة ولذيذة. يا عم النص واضح، الكلام واضح. أحل فأذنوا بحرب من الله ورسول، زحل القوس. يقول لك لا لا الكلام ده القرآن ده، مين قال لك إن الإسلام صحيح؟ تقول لي كده سمعت الكلام ده بوداني. يقول لك مين اللي قال لك إن الإسلام صحيح؟ ده زحل القوس. يقول لك مين اللي قال لك إن الإسلام صحيح؟ مين اللي قال لك إن الدين الإسلامي دين صحيح؟ أمال هو مين الصحيح؟ أمك هي اللي صحيحة؟ أبوك هو اللي صحيح؟ مين اللي صحيح؟ أنت اللي أنت اللي صحيح يا بصمجي، ابن البصمجي، أنت اللي صحيح بصمجي. كده أهو يبصم كده، يبصم بإيديه كده أهو، انت اللي صحيح. لما ربنا يقولك في القران شيء تقولي لا رب اصل ربنا غلطان وربنا ما بيفهمش. امال مين اللي بيفهم؟ لما ربنا غلطان وربنا ما بيفهمش والقران ما بيفهمش والرسول ما بيفهمش والاحاديث ما بتفهمش ومحدش بيفهم، امال مين اللي بيفهم؟ لما اللي خلقك وحط لك المنهج ما بيفهمش، امال مين اللي بيفهم؟ هذه جزء او هذا جزء من معاناه الانسان مع زحل القوس. الملاح ده الانجاز ولا ده الانجاز دول؟ فانت ما وراهم وراهم بالجزمه القديمه، بالجزمه القديمه، عارف الجزمه القديمه، وراهم وراهم لحد ما يتعلموا بس. واحنا قاعدين لهم في اليوتيوب ما عندناش اللي هم اولاد الاحبه دول. طيب فالتوعيه والادراك ان انت ترد على ابن الاحبه ده زحل القوس وتفهمه، هو ده الحل الوحيد. الانسحاب التدريجي حل، انك تاخد مسافه، انك تعمل مساحه او تاخد مسافه، تعمل حاجة اسمها مسافة التباعد أو التباعد الاجتماعي. كلمة المسافة دي معناها التباعد الاجتماعي، ماشي؟ التباعد الاجتماعي إنه أنا والله خلاص أنت خد لك ركن كده مني وخد ركن وخد لك ساتر وقول يا ساتر كده بقى، تحب أكتبها لك، خد لك ركن من العلاقة دي وخلاص بقى. تبتدي يعني تنتقد الشخص ده وتفهم إنه يا ابني إيش قاعد تقول أنت يا ملعون الوالدين، إيش قاعد تقول أنت، أنت إيش قاعد تقول يا ملعون، يا ملعون إيش قاعد تقول أنت، وإيش قاعد تقول، إيش الهبل اللي أنت بتقوله ده، إيش العبط اللي أنت بتقوله ده، يخبط ويحشي في المحش، ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ لما ربنا يقول لك شيء ويديك النص صحيح وانت تيجي تخالف كلام ربنا، جاهل ابن كلب. طيب فالاشكال الوسخه دي بقى انت تبتدي توعيها. يعني هنا المفروض ان هنا في وعي، يعني هنا المفروض ان انا اعمل لك حلقه عن الوعي. انت يا فلان انا دلوقتي جايب لك فنانه من الفنانات، انت الفنانه دي انت دمرتها، انت خدتها نفسيا، انت دمرتها في العاطفة، ما بتتعاملش معها كويس، في الفلوس بتخسرها، في المعرفة بتديها معلومات غلط، في السمعة بتشوه سمعتها، في الهوية مشتتها، في الصحة بتسقيها بنج وحشيش وحبوب ومدمرة، انت مدمرها على كل المستويات، على كل المستويات مدمرة. طيب وفي الجنس في امراض جنسية، جايب لها التهابات وامراض جنسية. طيب ايش ال ايش الفايده منك يا كارميك ريليشن شيبس؟ انا استفدت ايه بقى من الدمار والخراب ده؟ انا استفدت ايه؟ انا كانسان انا ايش استفدت؟ ايه اللي نبني منك؟ انا كابراهيم، انا اسمي ابراهيم، انا ايه اللي نبني من المشاكل دي كلها؟ ايه اللي دخلني من المشاكل دي كلها؟ وفين الكواكب المسؤوله عن اللعبه دي كلها؟ وفين القصه دي كلها؟ في القصه دي انا فين منها؟ انا فين من القصه دي كلها؟ طيب تيجي هنا كده في الهم اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه. التوعية جزء من الموضوع، والإدراك طبعا، انك تاخد مسافة التباعد الاجتماعي جزء من الإدراك طبعا. انه انت لو انت عندك قصة الإجراء القانوني لو انت تقدر تتخذ ضد هذا الشخص إجراء قانوني زي استرجاع حقوق او حبس او عقاب، اوكي، بس انك تقطع العلاقة، الشخص ده ما ينفع تستمر معه بهذا الشكل، بهذا الضرر، بالخراب ده، بالدمار ده، انا ما ينفع استمر، ما ينفع تستمر ابدا بكل الصور وبكل الاحتمالات وبكل الحسابات وبكل الاشياء. الشخص ده لازم ياخد بلوك بلوك بلوك، لازم كده ياخد له البلوك المحترم ويقعد ورا الحيطه ويسمع الزيطه. يجي لك العيال بتاع زحل القوس المتخلفه عقليا اللي كانت بتتكلم، تقول لك ايه؟ انا بدور في الفلسفه الوجوديه. فلسفه وجوديه مين يا بنت الكلبه معفنه؟ فلسفه وجوديه مين؟ وش هي الفلسفه الوجوديه؟ وش فلسفة وجود ايش؟ ان الله موجود ولا مش موجود؟ الله موجود. انه الدين صح ولا غلط؟ الدين صح. انه القرآن صح ولا غلط؟ القرآن صح.
ان السنه صح ولا غلط؟ لا اكيد السنه صحيح. ان المسلمين عايشين صح ولا غلط؟ لا اكيد عايشين صح. يعني انه يعني الدين الاسلامي دين صحيح؟ طبعا دين صحيح. ايش الغلط اللي انت عايز تقول لي عليه؟ هتفتكس لي دين من مزاجك؟ تخترع لي دين من مزاجك؟ تفتكر نفسك اله، ولا تفتكر نفسك فرعون، ولا تفتكر نفسك همان، ولا تفتكر نفسك النمرود، ولا تفتكر نفسك بول بوت، ولا تفتكر نفسك هتلر، ولا ستالين، ولا كيم جونج اون، ولا تفتكر نفسك مين من الطواغيت اللي قبلك؟ ولا كل الطواغيت اللي قبلك كان عندهم مدارس فكريه؟ يعني اوعى تفتكر ان الطواغيت ما كانش عندهم مدارس فكريه. كان عندهم مدارس فكريه وما نفعتهمش المدارس الفكريه. هيلينا بلاتافاسكي اللي كانت مع هتلر واللي هتلر كان متاثر بيها ما نفعته، لان لسه بعمل فيديوهات عن هتلر ابن الاحبه ده. طيب فهي قصه طويله. قصه الكارما دي قصه تقعد تمشي فيها اجراءات طويله، قصه كبيره. بعد الكلام ده كله بقى تيجي بقى عندي ايه؟ تبعات العلاقه الكارميه، تداعيات. تيجي هنا بقى في الصفحه اللي انا موفرها دي لاخر الحلقه. ايوه تيجي بقى عند ايوه يقول لك ايه؟ الحمد لله على السلامه. كلمه الحمد لله على السلامه معناها ايه؟ مش عارف. كلمه الحمد لله على السلامه بالانجليزي، ايوه هنكتبها بالعربي. الحمد لله بالسلامه، الحمد لله ان انت وصلت الى هذا المكان. مش عارف الحمد لله بالسلامه تتكتب ازاي بالانجليزي، يبقى ندور عليها. ويلكم يعني مرحبا، بس لا مش عايزين ويلكم، احنا عايزين الحمد لله على السلامه. ايوه وصلت بالسلامه انت هنا كده اهو. خلاص بقى كانت فيه كارميك relationship، أدركناها، توعينا، عملنا قطع العلاقات. تعال بقى كده إيه؟ لملمت شؤون النفس. أنت قول لي أنت مين بقى؟ قول لي أنت مين؟ رحلة البحث عن الذات. ليه؟ لأن الكارميك relationship لها تداعيات. في هنا كده هو التداعيات. يعني ايه التداعيات؟ يعني النتائج المترتبة. يلا بقى نعالجك هنا كده هو، نعالجك من نعالج فلوسك اللي اتدمرت، نعالج جرحك العاطفي، نعالجك من الامراض الجنسية، نعالجك نفسيا وتاخد ادوية، ونديك المعلومات الصحيحة، ونحسن سمعتك، ونعرفك انت مين، ونحسن حالتك الصحيه. ليه بقى؟ لانك خلاص انت طالع من كارميك ريليشن شيبس او ريليشن شيب، يعني شبايه واحده، مش كذا شبايه. احنا عملنا قطع العلاقات، وادركنا الخطا اللي احنا كنا فيه، وعملنا حاجه اسمها لملمت شؤون النفس، وخلاص بقى تبتدي رحله البحث عن الذات، ومن قبلها التشافي، ومن بعدها بيجي بقى انك تشتغل معلم، بقى انك تشتغل جورو، انك تشتغل معلم بقى. انت اسمك معلم، ليه انت بقيت معلم؟ لانك اتفشخت من الريليشن شيب، فانت خدت العلاقه، خدت الفايده، وجاي تدي للناس الجورو. انت بقيت جورو، انت بقيت استاذ، انت بقيت استاذ ورئيس قسم. ليه؟ لانك اتفشخت، لان زحل فشخك. زحل هنا كده فشخك في الريليشن شيبس. وما تقوليش ان دي اسمها كارميك بدون زحل، ما تقول، ما ينفعش. ما هو ما ينفعش كلمة، يعني كلمة كارميك وكلمة ريليشن ما يعني ما يركبوش مع بعض. شوف يعني ما تقولش زحل واحد، قول بقى البيت رقم 8 والبيت رقم 6 والبيت رقم 12. بس زحل ده لازم كده تجرب من نفحاته، يعني لازم كده زحل يخش يصبح ويمس عليك في العلاقة. لكن ما تقولش اوه علاقة كارمية، فين زحل في الموضوع؟ انا اين زحل؟ انا لا اراه. انت اصبحت جورو معلم، انت بقيت فنان. يلا انت وصلت الى مرحلة الادراك الكلي والادراك الجمعي والادراك الكبير والادراك العظيم. الحمد لله بالسلامة، يعني الف مبروك. وصلت. تعال ها، اتخانقت مع مواليد زحل القوس ولاد الوسخة، اتخانقت مع مواليد 87 و86 و85 و57 و8، اتخانقت مع الانجاز دول، ها اتخانقت مع الخنازير دول، اتخانقنا مع ملاعين الوالدين دول، ها اهلا وسهلا بيك. انت بقيت جورو، انت بقيت معلم، انت بقيت يعني بقيت زيوس. انت وصلت الى مرحلة زيوس، انت وصلت الى مرحلة اللي هو زيوس ده، زيوس اللي هو كبير آلهة الأوليمب. انت كده وصلت الى مرحلة كبير آلهة الأوليمب. طبعا هو ما فيش إله إلا الله، بس احنا بنقول الأساطير الجريك، الأساطير الإغريقية. طيب فانت وصلت كده الى انك فهمت اللعبة ماشية ازاي، جربت الطعم. طبعا انت دقت طعم كل حاجة،
انت دقت طعم، انت جربت المشاكل دي كلها، انت شفت، ما حدش قال لك، انت مش شفته بس، ده انت شفت. اللي شاف غير اللي سمع، واللي سمع وشاف غير اللي جرب، واللي جرب غير اللي بيتكلم، واللي بيتكلم غير اللي يغلي. ايه اللي التنظير سهل، لكن لما تشوف علاقة وتجرب وتوصل للمرحلة بقى ان انت فهمت كل شيء وادركت كل شيء واتفشخت في كل شيء. يعني مش بيعمل فيك، بيضربك بالنووي مثلا، ايش اللي ناقص؟ يعني ايش اللي ناقص في العلاقة؟ ايش اللي ناقص في القصة؟ ايوه، انت لازم تشوف التداعيات والنتائج المترتبة، ولازم يعني ايش يسموها بقى، اللي هو ما تبقى من المشكلة، او الرواسب بتاع المشكلة، او تبعات المشكلة، التبعات، النتائج والتبعات بقى. في بقى بيبقى لسه في كده تقريبا بالانجليزي اسمها سكار تقريبا، الندبة، الندبة اللي هو الجرح، اللي هو يعني آثار الجروح، آثار الجروح، الندبة لسه معلم عليه. ليه؟ لأن أنت كنت في علاقة بنت كلب مع أشكال بنت كلب ضالة كلب سكك، وفشختهم وفشخوك، وديك إيه، أصبحت يعني وصلت إلى درجة المعلم، وأنت بقيت راجل معلم وإحنا منك بنتعلم. طيب ليه مريت بعلاقة صعبة مع أشخاص صعبة؟ كم واحد اتفشخ في العالم كله من زحل؟ كم واحد شاف مشاكل؟ كم واحد خبط في الحلل؟ كم واحد؟ آلاف البشر. طيب لما تيجي تكلمني بقى عن طلع الجوزاء بالجزم، انتظروا انتظروا الجزمة جاياكم يا ولاد الهرمة. لما تيجي تتكلمنا عن الحمار المثقف، عندي الأشكال الوسخة دي كلها، الحقراء دول، كلاب السكك الضالة دي عندي، ده أنا جايب لكم قلم رصاص وقلم أحمر، والله أقسم تاني كل حلقة لازم أقعد أزل لكم بالحاجات دي، وجايب لكم شو اسمها دي، وجايب لكم ده، يعني والله مدلعكم، وقلم، قلم ازرق، وقلم اسود قصدي، وده قلم ايه، وده قلم ازرق، علبه العده كلها، انت فاهم؟ فما يجيش بقى واحد يقول لك لا انتوا ما بتفهموش حاجه، احنا اللي بنفهم. طيب احنا بنفهم، انت ما بتفهمش ولا احنا بنفهم؟ اوكي، ما عندناش مشكله، احنا ما عندناش مشكله. طيب ممكن تقول لي بقى سعاده البيه، ايه اللي انت قاعد تسويه؟ ده من ان احنا ما بنفهمش وانت اللي بتفهم، وانت اللي عارف كل حاجه، وانت اللي فاهم كل حاجه. يلا اشرح لي، يلا يا سعاده بيه، اشرح لي يا بيه، قول لي ايه اللي انت قاعد بتعمله في حياتي كده، لما انت انسان لذيذ ولطيف وجميل وحلو وحليوه، وانت راجل ما بيطلعش منك العيبه، ولا انت بنت، ولا انت امراه ما بيطلعش منك العيب، ممكن تقول لي ايش اللي انت قاعد تسويه؟ يمين بالله، يمين بالله، لسه لينا قصص طويله مع زحل القوس وطلع الجوزاء والعيال اللي عندهم المريخ في الدلو. مريخ الدلو ده انا لسه ما اتكلمش عنه، مريخ الدلو والعيال اللي عندهم كواكب محترقه، وكواكب في الهبوط، وكواكب متراجعه، وكواكب في الوبال، وكواكب زفت على دماغهم ودماغ ابوهم ودماغ امهم. لسه احنا لسه قدامنا قصه طويله طويله، ايام ايام وسنين في العمر ما بتعديش، لسه حوارات، حوارات وافلام. ومع ان الصح بيكون واضح، يعني الصح اهو، ابراهيم ده، ابراهيم مش غلطان، تعالى يا ابراهيم، ابراهيم مش غلطان، الصح بيبقى واضح كده اهو. لا، الا يحب الغلط، الا يحب يلف كده عرق اليهود اللي فيه، الا يحب الغلط يا عم. طب ما هو الصح اهو، لا يعمل لك زي الحمار المثقف، الجحش المثقف طالع الجوزاء، والا يتظاهر بالعلم والمعرفه، الا انا بفهم وانا دماغي مودياني وانا مدرك الامور وانا فيلسوف، واسمعوا الفلسفه بتاعتي يا عم، الصح واضح والغلط واضح، تراجع عن الخطا الكبير والخطا الجسيم اللي انت فيه، افهم يا ابن ادم، ترى الفلسفه ما بتوكل عيش، والله الفلسفه ما بتوكلك عيش يا الوسخ، الفلسفه ما بتفيدك الا الوسخ يتفلسف، الا الوسخ يتفلسف، الا يتفلسف، الا يتفلسف، انت بتتفلسف؟ حاضر حاضر حاضر. انا يا سيدي موجود، دي رقم 4 ودي رقم 3 ودي رقم 1 ودي رقم 2 ماشي. نجيب الورقة دي مع الورقة دي، حطهم كده اهو ماشي، نيجي هنا كده اهو، ونوقف كده اهو، ونجيب الدباسة كده اهو ماشي، ونيجي هنا كده بكل أدب وبكل احترام، ندبس الورقتين دول، لازم ندبسهم، لازم ندبس الورق. عندك كل حاجة مكتوبة، كل حاجة مرسومة،
الاربع ورقات الحلوين دول لو انتوا عايزينهم ارفعهم لكم في قناه التليجرام، مع انهم هري فيهم هري، بس لو انت عايز تراجع الهري ده انا بكتبه لك في او بوصله لك في التليجرام، وانك تبقى تراجع كده القصه تفهم البشر الدنيا العالم الناس الايام، مع انه هو انا مش شايف ان ده يعني ان هو يعني كلام مهم او كلام جديد، بس ده التفاصيل، يعني ده التفاصيل اللي بتحصل في العراق. رحلة البحث عن الذات، هتعمل كتاب زي أنور السادات، رحلة البحث عن الذات، أنت مين؟ قول لنا مين وأنت مين وإحنا مين وأنا عرفتك ليه وأنت عرفتني ليه وإحنا عارفين بعض ليه. يعني مثلا أنا هحكي لك حكاية. أنا ليه أعرف الحمار المثقف عشان أديهم بالجزمة؟ أنا ليه أعرف الملاح ده عشان أديهم بالجزمة؟ بس ده السبب، ده يعني ده السبب. وخلينا نشوف، لو يقولك في التعليقات يكتبوا الأديان صناعة بشرية، مفيش حاجة اسمها أديان، مفيش حاجة اسمها رب، مفيش حاجة اسمها إله. طيب مين اللي عمل البتاع دي؟ مين اللي عمل دي؟ هي قامت من النوم عملت نفسها، هي قامت من النوم لقت نفسها موجودة وقالت لك خلاص أنا بروح أمشي أتباع في المكتبة عشان الناس عايزاني كده. هم ده تفكير الملحدين ولاد الحرام اللي ربنا مبتلينا بيهم، ده عيال الحرام اللي ربنا مبتلينا بيهم ده. لا، ويستمر بقى سنين وسنين في هذا الكفر، في الزندقة والكفر ده يستمر كده، يقولك اه هو كده. طب هو اين ارنا الله جهر؟ لسه بعمل عنهم فيديوهات، لسه بعمل عن الاشكال دي فيديوهات. طيب ده كان شرح بذلت فيه ما استطيع، مشيت في الموضوع بما استطيع، وقلنا ان الاتصالات بينقل لك المشاكل لحياتك وبيدخل مشاكله في مشاكلك ومشاكله في حياتك وبيحشر في طيبة قلبك، فاحنا مش فاضيين. انا كمحمد انا ماني فاضي، قلت لك ان الكارميك او الكارما معناها سداد فاتوره، ومن كسر شيء فعليه اصلاح، المفروض ان هو اللي يصلحه مش احنا اللي نصلحه. وقلت لك انه التراجع الريتروجريد معناه كارما، والزحل معناه كارما، ودي اماكن الكارما في الخريطه. طيب هذا والله اعلم، وشكرا لك او لكم او لك او كل الناس.